فلا موتيفاسيون التصفيقات ديالكم راه بدا. السلام عليكم. ياك ما طولنا عليكم شويه. قبل ما نبدا بغيت نسول واحد السؤال، معنا نجدة فاصل؟ مرحبا بكم. الوغ سؤال كلشي، ملي كنا صغار كنا كنحلموا شويه. مثلا الاحلام هذه. بيلوت بيلوت طبيب مهندس مهندس بصح. الوغ حنا كنكبروا وكنطمعوا في دي صالير كبار، كنطمعوا في 3 4 المليون ياك. حنا كنزيدو نكبروا شويه الواقع كيدخل، كنزيدو نكبروا شويه اون فوا كناخدو الدبلوم كنبدا الخدمة كيتهرس كلشي. علاش كاينش معنا شي واحد فرنسا كيربح 3 مليون طومو في الشهر؟ علاش ما كنربحوهاش؟ كاين معنا اللي كيحلم يوصل ليها بلا فوليفر، علاش ما كنحلموش نوصلو ليها؟ سي با بوسيبل. علاش سي با بوسيبل؟ انا نحاول نجيب هنايا نقدر نرجع للمجتمع ديالنا واللي طلعنا فيه اب ديالي معلم وهذا مضافه. الوغ باش طالعين اكبر هم عنده سمي سالي قرايتك تخدم 3000 5000 10000 سمي تما تشديك. الوغ تكونسونطراو معانا ماشي بوحدي، سوا كتاخد ديبلوم كتخدم به سوا كتاخد حرفه. ما عندناش ثلاثه، اكثر من 90% في المغاربه كنفكروا بحال هكذا. الوغ ملي كنوصلو صافي كنوصلو ديك الصاله كنامنو بالواقع. اغلبيه كيبغي يدير واحد البروجي باش يزيد واحد الدخل اضافي. الوغ شنو كيوقع ملي كنفكروا في البروجي؟ خصنا راس المال كبير، كنرجعو لنفس المشكله. الوغ شنو مشكل كبير عندنا؟ عندنا مشكل في المغرب. غنرجع ليكسبيريونس ديال 2009. الوغ استراحات عليا فور ايفر، قالوا لي غتربح 3 مليون باغ موا. شنو نقول لهم انا؟ كان كي شرح غادي معاه غتربح 5000 اييه زيد هادشي مزيان غتربح 10000 مزيان وعلى الساعه اصلا 3. انا نقول له حباس ليش كنضحك؟ هادشي ماشي ديالي، هادشي فيه لاغماك. واش كنت شرح لي واحد السيد كثر من خويا تنقول راه ضاحكين عليه. تبارك الله واحد الطبيب اللي مدين قاري بزاف كيقلب على راسو بزاف، ولكن انا ديما انا هو المعلم. علاش انا هو المعلم؟ باسكو طالعين فيها كيضحكوا عليه كيتفلاو عليه، ما حاولش نقلب ما حاولش نفكر ما حاولش ندير والو. دازت واحد 3 موا فين ما كنتلاقى كنضحك تنقول تبارك الله على الطبيب دونتي فريس. راكم عارفين المغاربه حنا كي دايرين. سوني واحد السؤال، والسؤال لكم انتوما، قال تبارك الله هاد 7000 ولا 8000 درهم اللي كتربح الا بغيتي تاخد الدار شحال خصك من عند كريدي؟ واحد 10 دقائق من دار 20 مي انا كنت غنبدا بالطوموبيل. الطوموبيل غناخد كريدي من عند صحابي وعائلتي وغناخد كريدي من عند البنكه. ما تجي فين تكمل 5 سنين الاولى غنكون يا ربي نجيبها تعادل وبلا ما نعاود كيدوز ديك 5 سنين الاولى امور. باش تجمع لافونس ديال الدار شي بها مستحيل، بالنسبه لي كانت اكثر من المستحيل. الوغ اول سؤال كنحطو على راسي ماعرفتش يكون هادشي بصح، باسكو اذا كان بصح وكاينه 3 4 المليون كنفكر شنو الخدمة اللي خصها دار. كاينه زعما ما تقيتش ديك الساعة تما فين نكون مكلخ، تما فين نكون مكلخ بصح تهضر على راسي. الوغ شنو درت؟ دخلت قلبت دخلت الانترنت. اول حاجة نديرها كيبان لي كاع المغاربة كنديروها، درت اغناك فور ايفر جوجل تنقلب فين كاين شنو اللي ماشي هو هذاك. كيضر لي 3 المليون قسما بالله قلبت مزيان ما لقيت والو. رجعت عندو شرح ليا قلبت على فايش واش كاينه ترونسبارونس، اي واحد فينا يقلب واش داكشي صافي، واش الحساب اللي دارو شنو كتربح الشركه، شنو الربح ديال الباغان ديالي معايا. قلبت على كاع هاد لي بوان. الوغ درت البالولا ديالي مشيت عندي خويا طبيب كيتخلص مزيان الاخر غنمشي غندخل صحابي غندخل كلشي. مشيت فرحان بواحد الموتيفاسيون كبيره. الوغ اللي كنمشي عندو داكشي اللي درت الباغان ديالي كيعاودوا عليا ياسين داك احمر قال لك غير ربح 3 المليون. طلبت المونطوباج ديالي قاصح، مشيت عند صحابي اللي غنمشي عندهم غنبدلو حياتي انا وياهم قاصح. معنا شي ناس في باصال هنايا ماشي شي ناس الناس اللي بريزونطاو حتى هما كانوا لا في الاول. الوغ شنو درت؟ سي ليميم فخا كنرجع عند البارام. السيستم كنفهمو نهار على نهار، كل نهار كنقرب منه الى السيستم كيبان لي راه غنوصل فيه. 35 واحد اللي قال لي لا، خوتي صحابي لي بارون تيقول لي غير ديو كاين فلوس بدات في السبعينات دار شي شركه سميتها الفا لايف. تنقول 35 باش لقيت واحد البنت اللي تقيدات معايا، وهاد البنت اللي تقيدات معايا ما عندهاش لا بيرسيفيرونس بحالي. قال لها شنو كدير؟ ياسين راه هادشي صعيب ياسين، راه قلت لك في الاول ياسين
الوغ صحت 40 واحد باش تقيس واحد الدري بحال دو بيغسون صحت 75 واحد قليله صعيبه قاصحه باش اللي خلاني نكمل نهار تقيت كتبت واحد الورقه كبيره ودرت فيها 3 المليون درت اون فاس مع بيتي كنعس فيه كنجي الناس كنشوف فيها ومن كنفيق كنشوف فيها هذاك الحلم هو اللي خلاني نكمل وقسما بالله بعد 8 شهور راني فايت 4 المليون الا كلشي تبدل سي واحد القرار وحنا شنو المشكل اللي عندنا كبير المشكل اللي عندنا كبير حنايا اول حاجه كنبغيو السهله القراصي كنخدم على 5000 درهم الشهر كامل رغم ملي كتجينا اوبورتونيتي بحال هادي ما نقدر نصبر عليها عام عام ونص الوغ كاين واحد المانجر ديك المانجر كاين هنا الا باش يعاود تنجح ماشي كيدير زوين انا مع ربيع انا ماشي يمشي لهذا ندير زوين ربيع الا 3 مليون غنربح 12000 درهم انايا انا ربح 2 مليون ربيع ربح 4 مليون الو كنتعاون مع الماكسيموم ديالي باش هو يربح ولا ربح انا ربح حتى انايا الو غنعطيه بعض النصائح وندخلو نهضرو على هاد الشيك هادو باسكو هادو حاجه واحده اخرى من الاحلام اللي ما كنتش كنحلم بهم عندنا مشكل ديال ازمه قرار شكون اللي فات ناخد التليفون مشى يشري تليفون ومشى بلا ما يسول حتى شي واحد هذوك الناس اللي سولنا دوك الناس اللي سولنا واش خدامين في اتصالات واش عندهم علم بلا تليفون ولا تلاقيت طبيب حدايا وقلت له ايفون ولا سامسونج اللي حدايا كنسولو الوغ ديك اللي حدايا ماشي اكسبير نحاولو نسولو الناس دمينا الناس اللي يقدروا يفيدونا ما نسولوش اي واحد باسكو تلقى الطبيب كيفاهم في كلشي كيفاهم في الطوموبيلات وكلشي وتلقى الميكانيسيان كيفاهم حتى هو في الصحه حنا المغاربه ملي كنفهمو في كلشي الوغ نحاولو نرجعو لراسنا راه البيرسوناليتي ديالنا الشخصيه ديالنا هي اللي تبدل كلشي راه ما كاينش شي واحد غير يبدل لي في حاجه انا الحمد لله عاونت عندي 150 مانجر في ليكيب 150 واحد اللي كيربح اكثر من 2 3 مليون باغ مو عندي الاف الناس اللي كيفوتوا 10000 درهم وعندي في الدار ثلاثه الخوتي اللي ما نجحوش في بايبر ما نحاولوش نقارنوا النجاح ديالنا بشي واحد اخر باسكو الا حنا باغيين نبدلو راه ما كاينش حتى شي واحد اللي غيزيدنا شي بلوس ما كاينش اللي غيزيدنا شي بلوس كاع باسكو القرار تيبقى ديالنا صافي موراها بديت با 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 رجع شويه ربيع وصلنا الحمد لله 3 4 مليون وصلنا 5 مليون وصلت 7 مليون ولكن هذا الشيء كذا واش يبان لكم ديال المغاربه حنا بلاصه هنا شكون اللي قال شي واحد غير بحال المغاربه صعيب نربح 40 مليون في الشيك علاش باسكو ما مرناش شي مغربي وغنرجع للمجتمع ديالنا غنرجع للناس اللي دايرين بينا هذا النجاح كثار وكنا 1% من الناس ديال لي زاميريك الحمد لله فوريغا خلاتني نمشي لهاواي نمشي لاس فيغاس قسما بالله حتى واحد ما كيعرف الاخر اش كيدير ولا شي واحد دار حاجه زوينه راه كونسونطري مع حياته كيشوف حنا لا حنا الجرح هذا الجرح هذا انا كيكون احسن مني الوغ نحاول نخدم مع دي بوان قلال من الشهاده فبيان سور صعيب حكات راسي حكات كاع المغاربه معايا ولكن مش شو باس ملي كنهضر على صحتين تبارك الله رجل عمل في كازا وصل اشيك مغربي ولا مغربي شنو الفرق بيني وبينه مدام جوان مغربيه وانا مغربي انا في 2010 كنخدم هاد الشيك في لندن سولت شي واحد بواحد شنو درتي باش وصلتي الا كانت زيد ساعه خدمه نزيد ساعتين 2010 دوزت كل خدمه كان عندي اول شيك كان فيه 9300 اورو كثر من 10 مليون كان في فيان الوغ هاد الشيك ماشي هو اللي جا عندي كانت خدمه كبيره كانوا دي بونس كبار مي عندي واحد 10 مليون مجموعه انا خدت دقه واحده شيك واحد راه غير سولتكم دابا السؤال الثاني شنو الفرق بيني وبينكم عطاني شي واحد فرق واحد اللي كاين الخبره فين خديتها شكون اللي عطاني الخبره القرار الاولاني والخبره بحال تنقولوا خصك كتجي كتجي بوست تيرا كتجي ليكسبيريونس كتجي مع كتوبه من بعد انا النهار الاول ما كنتش كندير والو كنسول الطاقه ديالي شنو غندير قسما بالله ما كنت عارف واحد ما كندير بروغراماسيون انا غير ماركتينغ غيزون ما عارف فيه والو ما عنديش حاجه اللي معاون الطاقه ديالي بزاف عندي واحد الحلم كبير اللي هو كيعطيني الموتيفاسيون ديال كل نهار كنهضر على فور ايفر وكل نهار نقلب على راسي مالغري كاع لي زوبستاكل اللي كنلقى العام اللي موراه هذا كان في 2011 العام اللي موراه الشكل اللي كان فيه 33000 اورو ديكولاج بدا
احلام كبار بداو. الناس اللي داروا فلوس بزاف عرف شنو كيدار. وكنقسم لكم بالله بالنسبه ليا سابق الشبكي احسن 100,000 نوبه ما يكون عندك شركات. باسكو حتى لو بغيت تمشي نسافر عام عامين ما كنضش ان الربيع غيحبس. باسكو خدام الربح ديالو ما كنضش ايمن يحبس، ما كنضش طارق يحبس، ما كنضش عزيز غيحبس، كنظنش رضوان غيحبس، فشال غيحبس. الو هادو كاملين ديمونزي في الدامي كواحد قدام الشفير دافير ديالو. الباغا ديالي فين هو؟ بلا هاد السيد هذا ما عمري ما نسخيرو وراني فوريفر. بلا هاد السيد هذا ما عمري ما غنجح، عطاني لا فورماسيون عطاني كيفاش نجح. دابا فوريفر ما خدمناش انا وياه 5 سنين من الخط 2009 ما خدمناش انا وياه فوريفر. مي وراني حرفة. الو غلا باغي كتقلبو على باغي الخيط ديالكم دابا 4 سنين 5 سنين كتقلبو على ارباح تفوت 5 تفوت 6 مليون تفوت 10 مليون الله بار في يديكم. صعيبة هي ديك 6 شهور الاولى، صعيب هو ديك العام الاول. اون فوا نتوما غتبان لكم لا فيزيون، النهار تبان لكم لا فيزيون ما بقاش حتى شكون حتى شي حد حتى حد ما غيقعدكم. ولا جينا نفكروا شوية بالعقل شنو الفرق ما بين 2013 واليوم؟ شنو تبدل حياتنا؟ يمكن زدنا شي ثلاجة شي حاجة شي فريتة بزاف. وشنو غيكون الفرق ما بين اليوم و 2017؟ الى هضرت على راسي شكون اللي داير دابا اوبجيكتيف ديال عامين بلا فوري؟ شكون اللي داير دابا اوبجيكتيف ديال عامين قدام عينو؟ غادي بلا اوبجيكتيف صعيب نوصلو شي حوايج. هادشي ما كنرجعوش ديالنا حنا، ماشي بطا ديالنا، سي المجتمع اللي طالعين فيه. مي سي لوكازيون باش نقلبو على راسنا. راه كل واحد فينا كان شي واحد السبب ديالو باش بدا كيقلب على راسو. ولا بغيتو تكونو دي زوبجيكتيف كبار، دي فواياج كبار، راه الطريق لابار في يدينا. شحال ديك كنحلم نسافر مع فوريفر. قال لي ما فوري بان لكم سلاح ديال العالم. شفت هاواي ما عمري ما غنحلم بها، شفت لاس فيغاس ما عمري ما غنحلم بها، شفت فينيكس، هونغ كونغ، سنغافور، بودابست، فيين، لندن. وهاد الشهر هذا اللي داز كملت الفواياج ديال جوهانسبورغ اللي كاين العام الجاي. سنغافور ما كاينش الفرق بيني وبينكم، والله ما كاين الفرق. كاينه خدمه، ما الفرق انا كنشوف راسي خدام اي سوسيتي كيما كانت الشركه يبقى عندي الصالير وانيت. مي كنكون خدام مع فوريفر عندي بلون ريمونيراسيون، شحال ما قدرت اكثر شحال ما غنربح اكثر. الو اي واحد باغي يوصل دابا 4 سنين 5 سنين ل 10 المليون راه با ديالو تكون بدات اليوم. راه كاين العيد غيدوز مورا غادي يجي شهر 10 10 10 يجي شهر 11 12 وغيدور معاه والعام الجاي عاود يدور. مي هي كل واحد فينا شاف مع المناجر ديالو غنكونو شي حوايج كبار وكبار بزاف. وان شاء الله ما عرفتش تلاقاو هنايا نتلاقاو في استراليا ولا في برازيل ولا شي بلاصه درنا فوري. الله يستر.